يا مساء الخير، النهارده جبت لكم بيرفيوم اسمه توم فورد لوست شيري. لوست شيري طبعا البيرفيوم ده اسم على مسمى، هي كريزه ضايعه من الاخر، كريزه تايهه وسط النوتات ديت. مش هتشم ريحه الكريز، الريحه خفيته جدا، نوته خفيته جدا. انا طبعا جبتها من شركه موثوق منها، زيت خام، وكسرتها بالكحول بتركيز 30%. لما نشوف هو 30% طبعا لو عشان انا اشوف الاستخدام المباشر، لكن التعتيق انا طبعا عتقت بنسبه اقل وسايبها كده في التانك بتاعها ونشوف الدنيا هتوصل ايه. تعال نشوف لوست شيري. طبعا انا هكلمكم، انا برش دلوقتي، انا رشيتها وشفت الدنيا فيها، بس انا عشان نحاكي الدنيا مع بعض. يعني البرفيوم اول ما شميناه طبعا انا هو ريحته قرفه. القرفه هي الطاغيه الاول في المقدمه، بس مش القرفه الدافيه بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ولكن هي قرفه داخله فيها سيناميك الدهايد. سيناميك الدهايد ديت هي النوته الصناعيه او المكون الاساسي لريحه القرفه، او اللي هو المسؤول عن ريحه القرفه. طبعا سيناميك الدهايد ريحه القرفه بس مدخنه شويه. طبعا هي في البدايه ريحتها مزعجه، ده من الالدهيدات اللي هي ريحتها تبقى شديده جدا. طبعا هي لسه برضو السينامون مدخن جامد وواضح قوي قوي، او السيناميك الدهايد اللي داخل فيها والله اعلم هي النوتات اللي عاملها الخواجه او المصنع هو عاملها ازاي. طبعا هي البرفيوم شديد. انا بقى من تجربتي ان الكريز يبدا يبان بعد يعني نص ساعه او تلت ساعة في الحاجات دي، يبدأ الكريز والبرقوق يبدأ يبان. لا وجود للياسمين فيها بصراحة، هي موجودة في النوتة ياسمين ورد، هي لا وجود ليها او ما بشمهاش. هي من اول الريحة لاخر الريحة قرفة، سيناميك الدهايد، اللي مش القرفة كمان بتاعتنا الطبيعية، لا الريحة المسؤولة عن القرفة اللي هي السيناميك الدهايد. البرفيوم واضح وظاهر. فوحانه مش 10/10 عشان بس نكون العلم، فوحانه حلو في البداية، لكن مع الملابس وان هو يثبت على الملابس ثابت، ولكن الفوحان مش قد كده. البرفيوم لذيذ وبس يتجه للناحية الأنثوية، هو مزعج في البداية، ولكن لما بتسيبه في الهواء وبتسيب الدنيا كده معاك مع الهواء بتكون البرفيوم لذيذ. بيبدأ الكرز يبان بشيء من الخفوت او خافت قوي، ريحه خافته جدا. اللي برضو السيناميك موجوده او القرفه موجوده من اول النوته لاخر النوته، بتتناوب عليها بعض النوتات وتتلاقي ريحه عنبريه، ولكن مش العنبر الحيواني، خلي بالك العنبر اللي موجود عنبر نباتي زي اللابدنوم، موجود اللابدنوم فيه، موجود يعني في ريحه دافيه فيها الفانيلا، فيها الفانيلا، بس الفانيلا طبعا من النوتات الخافته برضو اللي بتتناوب على رائحه القرفه. يعني انا شايف ان هو فعلا لوست شيري هو ده الاسم المسمى، لان الكريز مش ظاهر فيه. ممكن اللي جرب النسخ اللي بعد كده اللي هي تشيري سموك او تشيري تقريبا الكتريك، هنتلاقي فيها ريحه الكريز ظاهره قوي، ريحه الكريز عاليه جدا. مستني تجربتكم وتقولوا لي هل انا كلامي صح ولا مناخيري في حتة تانية وانتم مناخيركم في حتة تانية. جربوا قولوا لي لوست شيري، انا طبعا كسرها اهو كاريزما الغطور. شوفوا كده رايكم ايه وقولوا لنا الدنيا معاكم، وقولوا لنا تعليقاتكم وتجاربكم للبرفيوم ده. شكرا.